إيران هزت العالم بأكمله، وذلك من خلال وصولها إلى عتبة القنبلة النووية بتفاصيل مثيرة كانت قد نشرت يوم أمس من قبل بلومبرغ من مسؤولين مطلعين من الدبلوماسيين الغربيين. بهذه الطريقة تحدثت بلومبرغ عن كيف تم اكتشاف هذا الأمر الذي تحدثوا بأنه تم بشكل سري من قبل إيران. في إيران هنالك مفاعلين نوويين، وهي مفاعل نطنز ومفاعل كذلك فوردو، ويتم تخصيب فيها اليورانيوم بنسبة 60%. وفي العادة بعد تخصيب اليورانيوم في هذه المنشآت يكون هنالك يورانيوم مكدس بنفس النسبة. أنت تخصب بنسبة 60%، من المفترض أن يكون الناتج 60%، 63% بحسب تقلبات اليورانيوم. ما جاء من هذه التفاصيل بأن كان هنالك مراقبون دوليون يقومون بفحص هذه المنشآت وبفحص هذا اليورانيوم المكدس، وبعدها تفاجؤوا فجأة بحسب هذه التفاصيل بأن هذا اليورانيوم الموجود هنا والخزين من اليورانيوم بأنه قادم من عملية تخصيب وناتج لتخصيب اليورانيوم، ليس بستين بالمئة ولكن بنسبة 84%. وهذا أعطاهم فكرة بأن إيران فجأة قامت برفع تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 84%، أنتجت هذا اليورانيوم وبعدها خفضت عملية تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%. والمشكلة مع 84% بأن هذا يعني بأن إيران خصبت اليورانيوم وعلى بعد 6% فقط، أصبحت على بعد 6% كما تلاحظ من الوصول إلى 90%. والوصول إلى 90% معنى ذلك بأنها تخصب عسكريا ووصلت إلى التخصيب العسكري. معنى آخر لهذه المسألة بأن إيران وصلت إلى التخصيب من أجل الحصول على القنبلة النووية، وهذا تماما ما استنفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحقيقاتها، لأنها لا تعلم عن هذه القضية وبدأت تحقق وتحاول معرفة هل إن إيران قامت بهذه العملية عن قصد أم أن هنالك نوع من الخلل الفني الذي تم في هذه المسألة. طبعا الإيرانيون نفوا هذه المسألة، قالوا لم نرفع تخصيب اليورانيوم نهائيا، أجهزتنا موجودة، تفاصيلنا موجودة، وبأن عادة عندما تخصب اليورانيوم بنسبة 60% أو غيرها فلا يعني هذا بأن النتيجة ستكون كما تحدثنا من تخصيب اليورانيوم المكدس بأن يكون بنسبة 60%، في إشارة إلى تقلبات اليورانيوم أو تقلبات التخصيب التي ممكن أن تحدث. الخبراء كانوا قد تحدثوا عن هذه المسألة تحديدا وعن التقلبات في تخصيب اليورانيوم، وقالوا من الممكن لهذا الأمر أن تقفز إيران من 60% إلى 84% ب 24%، من الممكن لهذا أن يحدث، ولكن يحدث عندما تنطلق إيران في رفع التخصيب، أي بما معنى كما فعلت مثلا في شهر أبريل من عام 2021 رفعت التخصيب بالنسبة 20% إلى نسبة 60%. في تلك الفترة كان من الممكن على سبيل المثال أن نرى قفزها إلى 80% أو 84% كما يتحدث الخبراء عما جرى في هذه القضية التي تحدثت فيها بلومبرغ. ولكن المشكلة أن تخصيب اليورانيوم هو مستقر منذ أشهر في منشأة نطنز وفي منشأة فوردو أساسا قبل 3 أشهر. بالنسبة لإيران هي تخصب بنسبة 60%، حدث معها التقلبات الخاصة في مايو أو التقلبات في تخصيب اليورانيوم التي نتحدث عنها، أي تغير نسبة التخصيب، حدثت فعلا في مايو 2021 بعد رفعها للتخصيب إلى نسبة 60% بشهر واحد، وكان الارتفاع بشيء بسيط بنسبة 3% فقط، أصبح التخصيب ب 63%، وبعدها عادت الأمور طبيعية. وبالتالي هنالك شيء غامض في هذه المسألة، تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن هذا الأمر خطير للغاية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها الآن مشكلة مع إيران حقيقية. هي بالنسبة لإيران لا تجيب على الكثير من الأمور على الوكالة الدولية، مثل القضية التي نتحدث عنها الوكالة لا تعلم عنها أبدا، وكذلك بأن في بداية فبراير هذا الشهر تحديدا كانت قد لاحظت في فوردو بأن إيران قامت بعملية ربط مجموعتين أو سلسلتين من أجهزة الطرد المركزية في هذه المنشأة دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اشتكت للاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة. وبالتالي أيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها حتى هذه اللحظة تساؤلات
حول الثلاثة مواقع التي وجدت فيها جزيئات اليورانيوم والتي دخلت فيها بمشكلة مع إيران. إيران لم تجب عن هذه المواقع، طلبت بإغلاق هذا التحقيق. الوكالة الدولية تريد إجابات مستمرة على هذه القضية، وبالتالي فجأة الوكالة الدولية تجد نفسها أمام توسع نووي، منشأتين، إضافة أجهزة طرد مركزية، تخصيب مفاجئ، عدم إبلاغ، عدم تعاون، يجعل الأمور في خطر كبير وخروج عن السيطرة. وإيران تبدو قريبة من الإعلان عن مسألة القنبلة النووية في أي وقت ممكن وبشكل خاص وسري، وهذا الأمر يعتبر خطا أحمرا للولايات المتحدة الأمريكية. أي إثبات بأن هنالك تخصيبا لليورانيوم بهذه النسب 84% أو 90% يعتبر خطا أحمر للولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت باستخدام الخيار العسكري وضرب المنشآت النووية بأكملها وتدميرها بالكامل إن وصلت الأمور لهذا الحد. حتى عملية 84% التي نتحدث عنها بوصول إيران إلى هذه النسبة ستجعل دولا أخرى قد تكون مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، أو حتى مثل تركيا على سبيل المثال، سيقولون بما أن إيران اقتربت كثيرا وتطورت كثيرا على مستوى النووي، دعونا نحن أيضا أن نخصب اليورانيوم بهذه النسب. وهذا بالتأكيد هو ما ولن تسمح له الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل إدارة بايدن كما تحدثت لتفادي أي مسألة ضربة أو مشكلة تأتي للشرق الأوسط تشعل المنطقة بأكملها بسبب هذه التفاصيل. وطبعا هذا الأمر جعل العديد من ردود الأفعال، هنالك ردود أفعال قادمة من مسؤولين في حقيقة الأمر من الغربيين. مسؤول دبلوماسي مثلا إلى بلومبرغ وجد بأن حتى لو هذه المسألة التي تمت عن طريق خطأ فني فإنه يبرز خطر قرار إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، يجب أن لا تصل إيران إلى هذا المستوى من التخصيب. ومسؤول آخر ودبلوماسي أساسا أوروبي صرح للول ستريت جورنال وكان قد تحدث بهذا الشكل الذي ترونه، وقال إذا تأكد هذا سيكون تطورا غير مسبوق وخطير للغاية، أي قد يكون إنهاء للدبلوماسية واضح في هذه القضية وهذا التحديد. كذلك هنالك خبراء مثل نورمان رول على سبيل المثال وضع تأكيدا وتصريحا ووجد بأن إيران الآن بدأت تتحدى وتختبر المجتمع الدولي من خلال هذا التطور، وحتى جيسون بروتسكي كان واضحا بأن إيران الآن تختبر الخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية. والمثير بهذا الأمر أن هذا التطور في هذه المسألة والتوقيت الذي جاء بحسب هؤلاء طبعا الخبراء الذين فحصوا هذا اليورانيوم الأسبوع الماضي ووجدوا هذه النتيجة، هي تأتي مع تدهور كبير، مع ضغط كبير من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على إيران، جعل عملة إيران الآن تدخل في مرحلة انهيار حقيقية. نتحدث عن التومان أو الريال الإيراني مثلا، التومان بحسب طهران بازار التي ترونها اليوم من الصباح الباكر أكدت أن سعر صرف الدولار الواحد بدأ يساوي 50,000 تومان. بعدها أيضا الفوركس كما تلاحظون وضحت بهذا الشكل أن الدولار بدأ يساوي 50,000 تومان إيراني، وبعدها في الظهر ارتفعت إلى أكثر من 50,000 دولار الواحد مقابل التومان الإيراني، وهذا بعدما كانت أساسا في أبريل العام الماضي كان الدولار الواحد يساوي 26,000 تومان إيراني. لاحظ بأننا أمام الضعف تماما، وهنا من ديسمبر كما تلاحظ بحسب هذه الإحصائيات قد وصل وارتفع ووصل تقريبا إلى 35,000 بالنسبة للتومان الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، ارتفع بهذا الشكل. ولاحظ كيف أن العملة الإيرانية بدأت تنهار بسبب هذا الضغط، وبأن حتى رويترز لاحظت هذه المسألة ووجدت اليوم بأن هنالك انهيارا واضحا ومستوى منخفض عالي بالنسبة للتومان. وبشكل مثير هي تأتي أيضا مع إجراءات البنك الفيدرالي المركزي التي رأيناها في العراق التي أوقفت مسألة تهريب الدولار وبدأتها في نوفمبر. لاحظنا هذا التدهور بدأ يتصاعد وها نحن نصل إليه الآن. وكذلك أن رويترز قد تحدثت بأن أيضا في نفس الوقت أن التضخم قد وصل إلى نسبة 50% مع تدهور هذه العملة، ضرب واضح بالطبقة الوسطى الإيرانية، وقد تكون أمام ثورة جياع في أي وقت ممكن أن تنفجر إن استمر الحال على ما هو عليه. أيضا في نفس الوقت بأن هنالك تقريرا من إيران انترناشونال قد نشر يوم أمس وضح بأن خلال العام الماضي، خلال عام حتى اليوم،
بأن اللحم الأحمر في إيران وعملية استهلاك اللحم الأحمر قد انخفضت بنسبة 50%. من المستهلكين بدأوا أصبحوا عاجزين عن شراء اللحم الأحمر، وهذا يوضح كيف أن الأمور أصبحت معقدة، وبالتالي قد يكون هذا التخصيب وهذا الإعلان وهذه الطريقة بنسبة 84% التي رأيناها من اليورانيوم، وجد البعض بأنها رسالة واضحة من إيران مباشرة إلى الغرب بأن عليكم التفاوض معي، وإلا سأصل إلى القنبلة النووية وأتشارك بشكل أكبر مع روسيا في تعاون كبير بين الطرفين. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كما هو واضح أن مسألة القنبلة النووية الإيرانية هي تحدي بالنسبة لها، ولكن روسيا أيضا فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية بتحد آخر بشكل آخر، ولكن بشكل أيضا في نفس الوقت مشابه، وهو أن روسيا بدأت تتحدث عن القنبلة القذرة مرة أخرى، وهذا جاء ببيان من وزارة الدفاع الروسية التي نقلت عنها الصحف البريطانية والغربية والأمريكية مثل الميرور التفاصيل التي تحدث عنها البيان من وزارة الدفاع الروسية، التي طبعا تحدثت بشكل مثير بأن أوكرانيا قد أدخلت حاويات تتواجد فيها مواد مشعة من إحدى الدول الأوروبية، لم تسمي هذه الدولة، وقالت بأن هذه الحاويات الآن قد دخلت إلى أوكرانيا، وبأن أوكرانيا الآن تفكر وتدرس عملية استخدامها على منشآت تحت سيطرتها، وتقوم بعملية تفجيرات في هذه المنطقة، وأن تخرج هذه المواد المشعة من هذه المباني التي نتحدث عنها، وبالتالي ستلوم روسيا عليها وستقول بأن روسيا هي التي قامت بنشر هذه المواد المشعة الخطيرة للغاية، وسندخل في نقطة خطيرة للغاية. هكذا هم تحدثوا الروس طبعا في بيانهم وفي اتهاماتهم لأوكرانيا. مشكلة أن الأوكرانيين وحتى الغرب ينفي هذه المسألة، ينفي حقيقة هذه المسألة، ولكن نحن فجأة والعالم أصبح أمام حقيقة القنبلة القذرة التي سمعنا كثيرا عنها العام الماضي من قبل روسيا ومن قبل أوكرانيا، والخوف كبير بأن هذه القنبلة قد تنفجر في أي لحظة في ظل تحذيرات الروسية مستمرة عن هذه المسألة مع الأوكرانيين. ويجب لا ننسى بأننا اقتربنا من الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أيام قليلة وسنرى هذه الذكرى التي فيها أنباء كثيرة جدا تتحدث بأن ستكون هنالك هجمات، ومعلومات استخبارية تؤكد بأن روسيا ستقوم بهجوم كبير على أوكرانيا. في نفس الوقت إن كانت هنالك وكان هنالك تحركا أيضا فاجأ العالم بأكمله، قادم من الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه، الرجل كان من المفترض أن يتجه إلى بولندا، هذه دولة مجاورة مهمة، ولكن فجأة فاجأ الجميع وظهر في العاصمة الأوكرانية كييف، وفاجأ الجميع وشكل تحدي كبير هذا الأمر، وظهر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهذا الشكل في العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن أيضا صافرات الإنذار كانت قد انطلقت كما تسمعون الآن في هذه المنطقة، هم استمروا بالسير بشكل طبيعي، ولكن صافرات الإنذار كانت حاضرة مع حضور الرئيس الأمريكي. هذا يعود بسبب أن روسيا بمجرد ما عرفت بأنه وصل إلى كييف، الطائرات وغيرها من الطائرات الروسية حلقت، والرادارات استكشفتها وكشفتها، وأصبح لون الخارطة الأوكرانية حمراء طبعا بهذه الطريقة، وهذا يوضح بأن روسيا تهدد بشكل واضح مسألة وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا من جهة أخرى كانت الطائرات الأمريكية حاضرة بهذا الشكل، وطائرات الناتو وهي تحلق في بولندا على الحدود مع أوكرانيا ومع بيلاروسيا، تجمع المعلومات، تراقب كل شيء لحماية حياة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تعرضت كييف لضربة صاروخية كانت تخطط لها روسيا. طبعا أمر خطير للغاية إن تم، بكل تأكيد قد تعني إعلان حرب مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لذلك روسيا لم تفعل شيئا حتى هذه اللحظة. وهذه طبعا لاحظ الكثافة في التحليق الذي ظهر فوق بولندا على الحدود مع أوكرانيا وعلى الحدود مع بيلاروسيا، الظهور بهذا الشكل طبعا كان فيه دعم كبير من الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلاديمير زيلينسكي، 500 مليون دولار، صواريخ هايمرز، ذخائر جديدة، دعم جديد، تعاون كبير. ووجد البعض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوضح لبوتين بأنه أيضا موجود في هذه الحرب، وهي رسالة واضحة للغاية لبوتين. في نفس الوقت القنوات الروسية أظهرت
بهذا الشكل، صورة الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي عفوا فلاديمير بوتين بهذا الشكل، وهنالك ساعة تحته بهذه الطريقة كما ترونها تنازلية عد تنازلي لكلمة مرتقبة للرئيس الروسي. الكل يترقب ما الذي سيتحدث عنه. طبعا الطريقة التي يستعرضونها بهذا الشكل في القنوات الروسية توضح أن هنالك أهمية كبيرة لهذا الخطاب الروسي الذي قد يعني فيه الكثير، قد يعني تصعيد، قد يعني تطورات، قد يعني تحولات. في نفس الوقت الرجل يتقدم على الأرض في المناطق المهمة التي دائما ما يبحث عن التقدم عنها، وهي في هذه المناطق الحمراء وتحديدا في دانييتسك. هنالك عدد من الجبهات التي يتقدم بها، أهم هذه الجبهات هي باخموت، وإلى شمال باخموت كما تلاحظون هنالك تقدم مهم يحققه. وهذه باخموت، لنتجه إلى شمال باخموت بحسب معهد دراسات الحرب، بحسب وور غونزو كذلك الروسي، وأيضا وور مونيتر، وأيضا اليوكرينيان باتريوت كانت قد وضحت المواقع الأوكرانية طبيعة التطورات الجديدة التي حدثت في هذه المنطقة. بالنسبة للأوكرانيين هم لا زالوا متواجدين في برخيفكا، وهم موجودين هنا في يجدنا، وكذلك متواجدين في هذه المناطق المرتفعة التي ترونها. بالنسبة للقوات الروسية كانت قد فاجأت الجميع طبعا بعد سيطرة القوات الروسية على كراسنغورا، هم يسيطرون على هذه المنطقة أيضا، وكذلك سيطروا على يالاغوتنا التي ترونها هنا. القوات الروسية فعلا تمكنت من تحقيق شيء كبير تجاه هذا الطريق. دعونا نأخذ هذا الطريق مرة أخرى. هذا الطريق تحديدا فيه تطور مهم للغاية الذي يمتد مباشرة إلى باخموت كما تلاحظون. بالنسبة دعونا نأخذ هذا الطريق مرة أخرى الذي يمتد إلى باخموت. بالنسبة للقوات الروسية هي بعد أن تمكنت من الصعود إلى هذه المنطقة المرتفعة وقامت بعملية السيطرة ناريا والسيطرة وإسقاط هذا الطريق عسكريا، أوقفت الإمدادات الأوكرانية، بدأت تضغط على برخيفكا، وبدأت أساسا بالتقدم بهذا الاتجاه من أجل غلق الطريق الممتد من برخيفكا إلى باراسكوفيفكا التي ترونها، التي كان هنالك 1500 جنديا من الجنود الأوكرانيين. إغلاق هذا الطريق دفع الأوكرانيين مباشرة أن ينسحبوا إلى برخيفكا والسيطرة. طبعا الجيش الروسي، ونتحدث عن قوات فاغنر، قد سيطرت على باراسكوفيفكا وبدأوا يضغطون على هذه المنطقة التي نتحدث عنها، المنطقة المهمة وهي برخيفكا التي بدأوا يضغطون. بدأوا سيطروا حقيقة على المناطق الشرقية وسيطروا على المناطق الشمالية لهذه المنطقة تحديدا، وبدأوا يقتربون القوات الروسية وتحديدا سرية فاغنر بدأت تقترب من ياغدنا التي تعتبر نقطة أيضا مهمة وهي أحدى الأحياء في باخموت. وبالتالي الشمال يبدو مرعبا بالنسبة للأوكرانيين، شمال باخموت تحديدا. وإذا ما ابتعدنا قليلا ولكي نفهم هذه المسألة كيف ستغير طبيعة المعركة، عندما تبتعد بهذه الطريقة ستجد بأن هنالك تفسيرات كثيرة لما يفعله وتفعله القوات الروسية تحديدا. فإذا ما أخذنا على سبيل المثال النقطة التي يتقدمون لها القوات الروسية هنا بمجرد من وصولهم إلى برخيفكا، وإن ما تمكنوا السيطرة عليها، هو يفتح الباب لهم أساسا للسيطرة على هذه المرتفعات، والسيطرة على هذه المرتفعات ستجعل كل هذه المناطق ساقطة عسكريا التي ترونها إلى جنوب باخموت. وهذا سيجعل مسألة الانسحاب الأوكراني، إن قرروا الانسحاب مثلا إلى جاسفيار التي ترونها، إن ما انسحبوا إلى هذه المنطقة فإنهم في حقيقة الأمر سيكونون في نقطة صعبة وتحت النيران الروسية، والروس يجب أن ننتبه أنهم وصلوا إلى ستوبوتشكا ووصلوا تقريبا إلى إيفانوفسك، وبدأوا يقتربون ويغلقون الطريق على الأوكرانيين، عدا أن الضغط أساسا موجود من كل الاتجاهات، ولكن القوات الأوكرانية لا زالت صامدة في هذه المنطقة. قوات فاغنر التي تحقق كل هذه التطورات فجأة ظهرت صورة لها في منطقة موجودة في شبه جزيرة القرم كما تم تداولها. هؤلاء هم طبعا قوات فاغنر. دعونا نأخذ بعض العلامات بعد أن قالوا بأن المنطقة التي تتواجد فيها هذه القوات هي يفاترويا، هذه هي المنطقة التي تتواجد فيها قوات فاغنر تحديدا. وبالتالي نحن لسنا أمام الكثير من العلامات، ولكن ما هو واضح في البداية بأننا أمام على ما يبدو
عندما نقترب من هذه المنطقة نلاحظ بأننا أمام بحر، أمام مياه. هذا يوضح بأن هذه المنطقة على الشاطئ، على الساحل، على البحر الأسود، بما أنها في القرم. أيضا في نفس الوقت إذا ما أخذنا أيضا بعض العلامات، نلاحظ بأننا أمام مثل النقطة، مثل المظلة المبنية التي عادة هي تتواجد على الساحل. هذه نقطة مهمة. مبنى آخر واضح بأن سقفه باللون البني طبعا، وهنالك نوع من الأحجار كما تلاحظون، حجر على شكل كرة، وهذا حجر آخر واضح أيضا في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام هذه العلامات البسيطة إذا ما اتجهنا إلى المنطقة، إلى المدينة التي ذكرناها لكم، لكي نتأكد هل فعلا أن هذه القوات وقوات فاغنر موجودة في شبه جزيرة القرم. هذه شبه جزيرة القرم، وهذه هي المدينة المهمة للغاية التي هي يافبا ترويا. إذا ما اقتربنا منها فإن المنطقة كما تحدثنا هي على المياه، بالتالي هنالك عدد من المناطق والفنادق على المياه، ولكن النقطة الوحيدة التي تطابقت مع العلامات التي تحدثنا عنها هو في هذا المبنى. عندما تقترب لهذا المبنى ونحاول أن نأخذ صورة أوضح، نعود قليلا في التاريخ كما تلاحظون إلى عام 2021، سنلاحظ بأن هذه الكرات أو هذه التي رأيناها على الأرض بجانب الجنود هي موجودة وواضحة هنا أيضا. إذا ما اقتربنا سنلاحظ أن المظلة واضحة هنا مع المبنى باللون البني، يبدو بأننا اقتربنا، خاصة إذا ما التفينا أو قمنا بعملية التفاف بهذا الشكل البسيط، سنلاحظ بأننا فعلا أمام هذه العلامات هنا وهنا، وكذلك هذه هي النقطة التي تحدثنا عنها، المظلة والمبنى باللون البني، وهذا هو الساحل والمياه واضحة بهذا الاتجاه. إذن قوات فاغنر فعلا هذا يؤكد بأنهم متواجدين في شبه جزيرة القرم. ما الذي يعني هذا يا ترى؟ هنالك على ما يبدو استعانة من القوات الروسية بشكل واضح بقوات فاغنر في هذه الجبهة، ليس في شبه جزيرة القرم، ولكنها ستفتح الباب مباشرة على خيرسون، وخاصة أن القوات الأوكرانية، وهي مسألة مهمة، هي لا زالت متواجدة كما تلاحظون هنا في خيرسون في هذه المنطقة بعد النهر، بعد انسحاب القوات الروسية. وهذا قد يعني بأن فاغنر ستجد طريقها وستحاول عملية الزحف إلى هذه المناطق، إلى هذا الإقليم الذي أعلنت فيه طبعا روسيا بأنها إقليم تابع لروسيا وبأنها منطقة مهمة بالنسبة لهم. تطورات كثيرة مترابطة، أسلحة نووية، قنبلة قذرة، تخصيب على مستوى عسكري، تحدي هائل أمام الولايات المتحدة الأمريكية.